بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني لإعداد اللغات، معكم مستر طه الغيطي من قناة ذاكر الحساب ومصر. النهاردة إن شاء الله هناخد درس جيومتري، ودرس مهم جدا. هو طويل بعض الشيء بس هو درس مهم أوي. طب الدرس ده بيتكلم عن إيه؟ ده طبعا بيتكلم بقى عن إيه؟ القوانين والقواعد بتاعة الإيه؟ الجيومتريك شيبس. طيب وأظن أنتوا عارفينه. هنا جايب لي مثلا القانون بتاع ترينجلز بريميتر والاريا. طبعا بيقول البريميتر هنا ذا سام اوف اتس لينث اوف اتس 3 سايدز والاريا هاف باي بيس باي هايت. هنا برضو باريوجرام جايب هنا البريميتر بتاعته 2 كذا وهنا بيس لينث باي هايت. الرموز دي مش عايزها قوي يعني، يبقى بيس باي هايت. الريكتانجل عندي لينث بلس ويدث باي 2 وهنا الاريا بتاعته لينث باي ويدث. طبعا اكيد انت خدت الكلام ده يا اما في المدرسه يا اما في الدرس بتاعك، فالقوانين دي لازم تتحفظ، القوانين دي لازم تتحفظ. انا بعتمد دلوقتي على اساس انا بشرح على اساس انك حافظ القوانين دي، اما لو انت مش حافظ القوانين يبقى الفيديو ده مش ليك. لازم تحفظ القوانين الاول وبعد كده تيجي تتفرج على الفيديو. مش حافظ ولا قانون منهم سواء البريمتر سواء الاريا يبقى انت كده مش هتفهم حاجه، يبقى انت كده بتضيع وقتك، لان انا اعتمد على اساس انك حافظ القوانين. طيب انا ممكن احفظهم بس بنساهم دايما، انا ما اعرفش ايه والكلام ده. احفظ اتنين باتنين، احفظ اتنين باتنين او تلاتة كل يوم، بس سواء البريمتر والاريا واكتبهم، اكتبهم كتير، اسأل نفسك، لخبط نفسك وما اعرفش ايه، اسأل نفسك كتير في اليوم ده، وبعد كده تيجي على اليوم اللي بعديه تحفظ الايه التلاتة اللي بعديهم. بس كده انت كده خلصت الايه القوانين بتاعتك، ودي مهمة جدا لان بيجي عليها اسئلة قوي 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 كتير قوي، بالذات الترابزيوم. الترابزيوم عندي فيه اسئلة كتيرة. تاني انا بقول اهوت، انا هشرح دلوقتي هعتمد على اساس انك حافظ القوانين، مش حافظ صدقني انت مش هتفهم حاجه. طيب تعالى كده نبتدي في الترابزيوم لان ده يعتبر شكل جديد. تعالى نبتدي في الترابزيوم لان ده شكل ايه جديد. ده الترابزيوم عندي اهوت. انا عندي هنا في الترابزيوم بس على السريع كده، ده اسمه لج. طبعا الدرس ده هيبقى له جزء تاني برضه، وده اسمه لج. يعني ساق هنا وساق هنا، ده طبعا الايزوسيلس ترابزيوم. ده اسمه سمول بيس. سمول بيس يعني قاعده صغيره. وده جريد بيس. جريد بيس اللي هو الايه القاعده الكبيره. انا عندي هنا بقى حاجه ثانيه هنا بقى اسمه ميدل بيس. دي اسمها ايه؟ ميدل بيس يعني قاعده متوسطه. طيب ايه اللي يعمل خلاصه؟ قال لي انا عايز الاريا بتاعت المين الترابزيوم. الاريا بتاع الترابزيوم له حاجتين، له قانونين. هاف سم اوف بارلل بيس، سم بارلل بيسز اللي هو ده وده البارلل دوت. سم بارلل بيسز او البيس بتاعته ملتبلاي الهايت. الهايت ده طبعا خط مرسوم كده. طيب له قانون تاني، الاريا ايكوالز ميدل بيس برضه ملتبلاي الايه؟ الهايت. برضه ملتبلاي الايه؟ الهايت. يبقى هنا انا عايز الاريا بتاعت الترابزيوم هاف سام بارل بيسز اللي هو القاعده الكبيره والصغيره وديت، اجمعهم واجيب الايه؟ الهاف بتاعتهم. يعني مثلا لو طلع لي 20 يبقى الهاف بتاعتهم 10 ملتبلاي الايه؟ الهايت. طيب انا عايزك بقى تفهم معلومه مهمه جدا 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 قوي. ايه هي المعلومه ديت؟ خلي بالك ان الميدل بيس الفاليو بتاعتها او القوه بتاعتها بتساوي الهاف سام بارلل بيس. يعني ده بتساوي دي، خلي بالك من الحته ديت لان هنحتاجها كتير قوي قوي قوي. تعالى كده نبتدي في حل التمارين. طبعا برضو اقول لك برضو هعتمد على اساس انك حافظ التمارين. ده طبعا هنا بيقول لك شويه قوانين وانت هتكمل، ما فيش مشكله خالص بالنسبه لك. انا شايف ان مش فيها مشكله. بيقول لك هنا فايند ذا ايريا اوف ذا فولوينج فيجر، برضو يعتبر كده انا يعني سهلين. الرومبوس اوف سايد لينث 6 سنتيمتر اند اتس هايت. انا عايز الاريا. طبعا انت عندك الرومبوس السايد لينث ملتبلاي هايت، يبقى 6 هتتضرب في 5 ايكوالز 30. رومبوس اوف سايد لينث 12 اند اتس هايت 8، برضه نفس الكلام، السايد ملتبلاي الهايت. السايد لينث الرومبوس الاريا بتاعته سايد لينث ملتبلاي الهايت ب 12 باي 8 برضه 96. الرومبوس هوس دايجونالز لينث ار 8 اند 10 سنتيمتر. الدايجونالز بتاعته 8 و10.
يبقى انا اقول له ما دام قال دياجونالز انا عندي قانونين للرومبوس، يبقى هاف باي دياجونال باي دياجونال، يبقى هاف باي 8 باي 10. هاف باي 8 باي 10. هاف ال 8 يعني نص ال 8 4. 4 باي 10 ايكوالز كام؟ 40 سنتيمتر سكوير. Our rhombus whose diagonal is 24 and 10. يبقى half by 24 by 10. A square whose diagonal the length equal 10 centimeter. برضو أنا عندي square half by diagonal by diagonals. أنا عندي قانونين برضو للسكوير. Side length by side length. Side length by side length. أو half by d by d اللي هو الدياجونالز. طب أنا هستخدم أي واحد؟ هو هنا جايب لي الدياجونالز. يبقى أنا هستخدم القانون التاني half by d by d. يبقى half by 10 by 10. Half 10 equals 5. 5 by 10 equals 50 سنتيمتر. A square whose diagonal is the length. برضو نفس الكلام ما فيش مشكلة. تعال بقى نبتدي في الجدل هنا بقى الترابزيوم. Trapezium whose base lengths are 6 سنتيمتر and 8 سنتيمتر and its height 12. بقول لك basis lengths اللي هي القاعدتين 6 و 8. يبقى انا هعمل ايه بقى؟ هقول له half by 6 plus 8. Half multiply 6 plus 8 multiply الهايت، الهايت اللي هو بكام؟ 12. ده طبعا هيطلع ب 14. هاف ال 14 اديني 7. يعني هاف ال 14 ايكوالز كام؟ 7. 7 باي 12 ايكوالز ايه؟ 84. طيب ترابزيوم هو سبيس لينس ار 8 برضه نفس الكلام هجمعهم واجيب الهاف بتاعتهم هيديني 8 بلس 10 ايكوالز 18. الهاف بتاعتهم هتطلع ب 9. ال 9 ديت عاملها ملتبلاي الايه؟ الهايت هتبقى ب 45. Trapezium whose middle base length is 7 centimeter and its height equals 6 centimeters. هو هنا جاب لي الميدل بيس. الميدل بيس يبقى 7 multiply 6. 7 by 6 equals 42. وبرضه دي نفس الكلام. يبقى يا جماعه كل ده مسائل سهله جدا. هتقول لي لا ده في مسائل صعبه. ما ده بقى انا بسرع عشان اخد انا المسائل الصعبه اللي هي ديت. هنا بيقول لي سكوير. A square ركز بقى whose area equals the area of rectangle. الحته دي مهمه جدا. بيقول لك الاريا بتاعت السكوير equals الاريا بتاعت الريكتانجل. يعني لو الاريا بتاعت الريكتانجل طلعت مثلا 40 يبقى السكوير برضه 40. ده 50 ده برضه 50. whose dimensions dimensions اللي بتاعت مين الريكتانجل والديمنشنز دي يعني اللينس والويتس 2 and 9. find the lengths of its diagonals. ايه؟ find the length of its diagonals. هي الاتس دي عايد على مين؟ هو عايز طول الدياجونال عايد على مين؟ على السكوير. لازم تفهم على السكوير. يبقى انا اقدر اجيب الدياجونالز من الاريا بتاع السكوير. اقدر اجيب. يبقى عشان اقدر اجيب الدياجونال لازم اجيب الاريا بتاعت السكوير اللي هي في نفس الوقت ايكوالز الاريا بتاعت الريكتانجل. اقوله كده since area of square equals area of rectangle. يعني الاريا بتاعت السكوير هي الاريا بتاعت الريكتانجل. اقول له زين area of rectangle equals length by width. يعني equals كام؟ 2 by 9. 2 by 9 equals كام؟ 18 سنتيمتر سكوير. سنتيمتر للسكوير. الله على السؤال ده. ركز بقى. انا كده جبت الاريا بتاعت الايه السكوير. اقول له then area of square الاريا بتاعت السكوير equals 18 سنتيمتر. طب عشان اجيب الدياجونال. ركز قوي قوي قوي. انا عندي القانون اصلا بتاع الاريا بتاعت السكوير equals half by d by d. وعلشان اجيب الدياجونالز لازم تجيب الاريا ملتبلاي 2. قالوا ذن الدياجونالز شوف بقى ركز معايا بقى 2 ركز 2 باي 18. يبقى انا ضربت الاريا عملت ملتبلاي للاريا باي 2. الهاف ديت هتروح الناحيه الثانيه بدل ما هي 1 اوفر 2 هتروح الناحيه الثانيه الايكوال خليتها 2 اوفر 1. يعني ملتبلاي 2 ايكوال 36. خد الروت بتاعتها بقى هتطلع ايه باي 8 اديني 36 6 سنتيمتر. ايه تاني يبقى الاريا بتاع السكوير ايكوالز كام؟ 18 سنتيمتر. عشان تجيب الدايجونز بتاعتها وعلى فكره بتيجي كومبليت كتير جدا لازم تضرب في ال 2 لازم تضرب في ال 2 ملتبلاي 2 والناتج اللي يطلع لك بقى
لازم تاخد السكوير روت بتاعتها. خلاص؟ يبقى انا كده حليت المساله الاولى. انا مش هعيد، عايز نعيد، رجع الفيديو من تاني علشان المساله الكتيره دي. تو لاند بيسز يعني قطعتين ارض ار ايكوال ان اريا، الاثنين قد بعض. ذا فيرست ان ذا شيب اوف سكوير، الاولى على شكل سكوير، اند ذا سكند ان ذا شيب اوف رومبوس، والثاني على شكل رومبوس. يبقى الاريا بتاعت ده ايكوالز الاريا بتاعت ده، نفس المساله اللي فوق. هوز دايجونالز لينس، دايجونال لينس اللي هو بتاعت مين؟ الرومبوس ار 8 متر اند 16 متر، بال 8 و 16 متر. فايند ذا بريمتر اوف ذا سكوير شيبد بيس، عايز هنا البريمتر بتاع مين؟ قطعه الارض اللي على شكل مربع. البريمتر هنا عندي سايد لينس باي 4. كل اللي انت هتعمله يا حبيب قلبي هتقسم الكراسه كده نصين، هتقسم الكراسه ايه نصين، وتبتدي من عند اللي هو طالبه. هو قال لي انا عايز البريمتر بتاع السكوير شيب، اقول له كده بريمتر ايكوالز سايد لينس باي 4. عندك السايد لينس؟ لا. يبقى انت هتجيبه، اجيبه منين؟ من عند الرومبوس. اقول له سينس اريا اوف رومبوس ايكوالز اريا اوف سكويرز، يبقى اجيب الاريا بتاعت الرومبوس بقى ايكوالز هاف باي الدايجونالز 8 باي 16. ده القانون بتاعنا. انا عندي قانونين للرومبوس، سايد لينس باي هايت، والقانون الثاني هاف باي دايجونال باي دايجونالز او هاف باي دي باي دي. طب انا استخدم القانون، وقال لي هنا دايجونالز، يبقى استخدم القانون الثاني، هستخدم القانون الثاني هاف 16 8، يبقى 8 باي 8 ايكوالز 64 سنتيمتر سكوير. يبقى دي الاريا بتاعت مين؟ الرومبوس. يبقى هي الاريا بتاعت السكوير، هي الاريا بتاعت الايه؟ السكوير. اقول له ذن اريا اوف سكويرز الاريا بتاعت السكوير ايكوال زي 64 سنتيمتر سكوير. ما اعرفش اطلع السايد لينس، اخد السكوير روت. ما الاريا دي يعني سكوير روت. اقول له ذن سايد لينس ايكوالز سكوير روت 64 ايكوالز 8 سنتيمتر. يبقى هنا ال 8 ملتبلاي السايد لينس بال 8 ملتبلاي 4 ايكوال 32 سنتيمتر. تاني الحته الاخيره ديت اللي احنا كروتناها دي، تاني الاريا بتاع السكوير، احنا قلنا الاريا بتاع الرومبوس طلعت لي ب 64 لان هاف باي دي باي دي، وقال لي اصلا ان الاريا بتاع السكوير ايكوالز هي الاريا بتاع الرومبوس. عشان كده قلت له في الاخر اريا اوف سكويرز ايكوال 64 سنتيمتر سكوير. طب عشان اطلع السايد لينس من الاريا بتاعت السكوير، سكوير روت على طول كده، سكوير روت. يبقى اقول له زين سايد لينس اوف سكوير ايكوالز سكوير روت 64 ايكوالز 8 سنتيمتر، وتعوض عنها فين؟ في البتاع ده. خلاص بالراحه خالص افهم المساله، تيجي تبص تلاقي المساله اتحلت معاك. اظبط هنا يا اكتر مساله بتيجي في الامتحان على الترابيزيه اكتر. تو بيسز اوف لاند يعني قطعتين ارض هاف ايكوالز اريا، عندهم نفس الايه؟ الاريا. وان اوف ذيم هاز ذا شيب اوف رومبوس whose diagonals 18 and 24. خلاص بقى هو فرح، ما كل مسألة كده. And the other one has that shape of trapezium، والتاني على شكل trapezium whose height 12. Find the length of its middle base. انا عايز الايه؟ الميدل بيس بتاع مين؟ بتاع trapezium. اقسم الكراسة بتاعتك نصين كده، ابتدي من عند اللي هو عايزه، ابتدي من عند اللي هو عايزه، اكتب القانون بتاع الاريا. ما انا مش هجيب اللي من الاريا بتاع trapezium. الاريا بتاع الترابزيوم ايكوالز، طب انا عندي قانونين للاريا يا مستر، عندي هنا هاف باي سام اوف بارل بيسز، وعندي القانون الثاني اللي هو ميدل بيس. يبقى هو عايز الميدل بيس، اكتب الثاني ده، اقول له ميدل بيس ملتبلاي الهايت. تمام. طب هو انا عايز ايه الميدل بيس؟ عشان اجيب الميدل بيس هجيب من هنا من الكبير. يبقى الاريا الايكوالز ديت تخلي الملتبلاي ديفايد الاريا ديفايد الهايت، يبقى الميدل بيس ايكوالز الاريا ديفايد الايه؟ الهايت. يبقى انت مطلوب منك تجيب الاريا، مطلوب منك تجيب الهايت. الهايت عندي ب 12، الهايت عندي ب 12. انا عايز الاريا بقى، انا عايز الايه؟ الاريا. تاني انا ابتديت المساله من حيث النهايه، شوف لغه عربيه اهو، من حيث النهايه. احنا قعدنا نتكلم كده دلوقتي من حيث النهايه، يعني ايه؟ شوفوا عايز ايه؟ قال لي هنا انا عايز الميدل بيس بتاع الايه؟ الترابزيوم. كتبت القانون الاريا ايكوالز الميدل بيس ملتبلاي الهايت. طب هو عايز الميدل بيس، يبقى الاريا الايكوالز دي تخلي الباي دي ديفايد اريا ديفايد الهايت، اريا ديفايد الهايت.
الاريا هايت عندي ب 12 بس الاريا مش عندي، بس هو قال لي ان اريا اوف رومبوس ايكوالز الاريا للترابزيه، صح؟ يبقى اجيب الاريا بتاع الرومبوس هاف باي دي باي دي، هاف باي دي باي دي، يبقى هاف باي الدايجونالز بكام؟ 18 ملتبلاي 24. تعالى بقى نبتدي كده، اقول له هنا كده يا معلم 1 اوفر 2 باي 18 باي 24، ايه ده؟ ايه ده؟ باي 24 216. واقوم حاططها هنا لان هما الاثنين بيساووا بعض، هما الاثنين بيساووا بعض، اقول له ده ديفايد 12 اديني كام؟ 18. فعلا طلعت لي 18 متر. يبقى انت اهم حاجه، اهم حاجه تقسم الكراسه نصين لازم، وتحلها بالعرض لو يعني الكراسه يعني مش هتكفي معاك اللي احنا بنعمله ده، لازم تقسم الكراسه نصين. هتقول لي لازم، انا بقول لك اهو لازم عشان تسهلك الحل وتفهم انت هتجيب ايه وتعوض عن ايه. ده كل ده في الفاضي يعني، برضو تعال نشوفها كده عشان ايه ما نبقاش مقصرين في حاجه. هنا بيقول لي الرومبوس هو الدايجونالز ار اوف لينسز 12 اند 16 فايند اتس هايت، عايز الهايت بتاع مين؟ الرومبوس. هايت بتاع الرومبوس؟ اه. جوه هنا جايب لي ايه؟ الدايجونال. ضحك عليك في الحته دي ليه؟ لان انت عندك قانون الرومبوس، واحد بيقول لك هاف باي دي باي دي، اه، والتاني بيقول لك سايد لينس باي هايت. هو هنا بقى عايز الهايت بقى، يبقى لازم تجيب الاريا بتاع الرومبوس على السايد لينس عشان تجيب الهايت. ابدا من هنا، يبقى الاريا ديفايد السايد لينس. طب انا عندك الاريا؟ لا، عندك السايد لينس. تعال نشوف كده هي فين 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 فين، او دايجونالز بكذا بكذا. يبقى انت لازم تجيب، على فكره السؤال ده مهم جدا، فالاريا ديفايد السايدز. طيب انت عندك الاريا؟ لا. عندك السايد؟ لا. يبقى لا عندك اريا ولا عندك سايد، يبقى انت مطلوب منك تجيب الاريا وتجيب الايه؟ السايد. طب تعال نجيب الاريا، هاف باي دي اللي هو الدايجونالز 12 باي 16، ده 6 هيبقى 96 في الاخر، هيبقى كام؟ 96 سكوير. يبقى ده في اللي احنا طلعناه ب 96. طب تمام، لسه السايد. ايوه السؤال ده مهم قوي. انت الوقت انا عايز السايد لينس، اجيبها ازاي؟ ما عندكش الا حل واحد، ايه هو؟ تعال كده نرسم كده الرومبوس اهوت، ده الدايجونز بتاعته، وقال الدايجونز بتاعته ب 12 وب 16، يبقى الكبير هياخد 16. معنى كلمه 16، وطبعا انت عندك ال الدايجونز بتاعته بالسكت اتش اذرز، يعني بيقطعوا بعض او بينصفوا بعض كمان، فده كله على بعضه ب 16، فده هيبقى ب 8 اللي هو الجزء ده هيبقى ب 8، وده ب 12 يبقى الجزء ده هيبقى بايه؟ ب 6. طب انت عملت كده ليه؟ علشان عشان عايزين نجيب دي، عشان عايزين نجيب دي السايد لينس دي. الله، يبقى احنا كده هنجيبها بالايه؟ بايثاغورن، بايثاغورن سيريوم، يعني لازم نجيبها، او بايثاغورس سيريوم، هنجيبها بنظريه فيثاغورس. يبقى انت هتقول كده علشان تجيب السايد لينس دي هتجيب ده باور 2 وده باور 2 وفي الاخر ده هايبوتنس طبعا، فلازم نعمل ايه؟ نجمع. لازم نعمل ايه؟ نجمع، وبعد ما نجمع ناخد السكوير روت بتاعتها. يبقى اقول له السايد لينس كده السايد لينس هنربع ده ونربع ده، ده باور 2 وده باور 2 ونجمعهم ونجمعهم، يبقى كده سكوير روت 64، لان 8 باي 8 ايكوال 64، 6 باي 6 ايكوال 36. هتيجي تبص هتلاقي مطلعت 10 سنتيمتر، يبقى هنا ال 10 هتلاقي 9.6. السؤال ده حلو قوي قوي قوي، السؤال ده جميل. خلاص هنكتفي بالقدر ده، وان شاء الله هنكمل الفيديو الجاي. ده طبعا له جزء ثاني، وبالذات مع المسائل الثانيه اللي هي بتاعت الترابيزيوم. اشوفكم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.